الحمد لله لحد الان الامور مستقره عند الجميع. من بعد الحادثه اللي طرات الامس على الساعه 8:30 تم نقل 5 حالات على وجه السرعه من مدينه سيدي بن نور لمدينه الدار البيضاء بهذه المساحه الخاصه لتلقي العلاج الضروريه، في حين لوريس ديال ليفيكتيف مشى للمستشفى الاقليمي بسيدي بن نور لتلقي الاسعافات والفحوصات الاوليه. هذه كل الحالات اللي جاوا 5 تبين ان 2 منهم كانت الحاله ديالهم شي شويه صعيبه، مما استدعى اجراء عمليتين، عمليه على مستوى اليد للسي انس عزيم وعمليه على مستوى الحوض للسي هشام العروي، اللي دابا الحاله ديالهم مستقره. نتمناو يرجعوا في اقرب وقت ونعرفوا عليهم غدا ان شاء الله في الصباح المستجد حول مده الغياب ديالهم والعلاج ديالهم نتبعوه. الحالات الاخرى اللي كانوا بداوا العلاج في مدينه سيدي بن نور دوزوا ليله الامس الحمد لله مستقره، في هذا الصباح تم نقلهم من مدينه سيدي بن نور لمدينه الدار البيضاء عبر حافله اللي خلوها لنا فريق نهضه الزمامره، واللي كنشكرهم من هذا المنبر اللي وقفوا معنا لوجستيكيا في الحاله، اللي نقلناهم لهذه المساحه الخاصه لتتبع الفحوصات المعمقه. اللي الحمد لله الحاله مستقره، كنتسناو غير الحوار مع طبيب الفريق لتحديد مده غياب كل لاعب. يعني في المجمل الحمد لله الحاله مستقره حول الجميع ولا تستدعي قلق الجميع. شكرا. هي ما كانش بالسهل هذا الخبر، كانت فاجعه لا في مدينه القنيطره ولا في المغرب الكامل، حيت انا شخصيا كنت في مدينه الرباط شديت الطريق ديك الساعه بالليل بمعيه الاعضاء اللي ما كانوش مع الفريق، شدينا الطريق بالليل وصلنا المدينه الجديده للتطمن على اللاعب انس عزيم، من بعدها سافرنا لمدينه الدار البيضاء، عدنا لمدينه سيدي بن نور، كان صدمه كاع اللاعبين، راك تعرفوا لابانيك. الحمد لله الحاجه اللي فرحنا لها هو ما كاينش خسائر في الارواح، والحاجه اللي كانت مزيانه هو تضامن الجميع، تضامن الشعب المغربي كافه، كاع الفرق المغربيه تضامنوا، بزاف ديال الفرق ديبلاصاو عندنا وساونا، منهم فريق فتح سيدي النور اللي دوزوا معنا ليله ديال الامس ونهار اليوم، فريق نهضه الزمامره اللي كما قلت وفروا الحافله من مدينه سيدي بن نور جينا للدار البيضاء، فريق الدفاع الحسين الجديد اللي جاو عندنا المستشفى الاقليمي بجديده، يعني وكاع اتصالات من كاع الرؤساء ديال المغرب كامل. يعني هاد الالفه اللي كانت الحمد لله حنا كنشكروا الجميع عليها، وكنبغي نشكر عامل صاحب الجلاله بمدينه القنيطره وعامل صاحب الجلاله بمدينه سيدي بن نور ورئيس المجلس البلدي ديال مدينه القنيطره، السلطات المحليه والمنتخبين لمدينه سيدي بن نور على الوقوف ديالهم مع الفريق. الحمد لله حاولنا نوفروا جميع ما يستلزم لاجراء الفحوصات اللازمه واخذ العلاجات اللازمه. كنتمناو ان مده الغياب ديال اللاعبين ما تكونش كبيره، تأثرش علينا، نتمناو خير، نتسناو التقارير الطبيه المعمقه باش نعرفوا مده الغياب ديال كل لاعب. يعني واخا الدكتور هيفتي متواجد بقطر متابع اللاعبين كاملين واحد فعلا واحد. هو متابع الملفات ديال اللاعبين كاملين واحد بواحد الحمد لله. كنتسناو طبيب الفريق الدكتور عصام بن خضاد ينسق مع المصحه اللي تتبع العلاج. شو تبغي تقول لعائله اللاعب؟ الحمد لله كنبغي نقول لهم ان ما يتخلعوش على وليداتهم، الحمد لله اللاعبين كاملين.